لاقى فد ترحاب من الناس. يقول الرجل أنه بالإضافة إلى طريقته في الكلام يتقن كل حركات صدام، لأنه تعود أن يشاهده وملايين العراقيين يوميا على شاشات التلفزة على مدار اليوم طوال فترة حكمه. وعاشت فلسطين. أيها الأبطال قاوموهم، ويا محل النصر بعون الله، يا محل النصر بعون الله. ها؟ عافية عافية. سمير تعرض للاعتقال عدة مرات بسبب مسرحياته التي تتحدث عن هموم العمال، ما اعتبره النظام السابق مساسا بأمن الدولة. حكم علي بالسجن المؤبد، ومن ثم لأنه ماكو دلائل مادية حكمت لمدة 3 سنوات وقضيت الكل بالسجن إلى أن سقط النظام وطلعت. رغم المرض الذي أصابه في السجن والذي يهدد حياته وهو عاجز عن شراء الدواء، إلا أن سمير ما يزال يتمتع بروح الدعابة، فأصر أن يودع العربية على طريقته الخاصة. أنا أقول لكم هلا بكم وأقول لكم عافية. العافية مالتي يا عبد، العربية مليونين. من بغداد منتظر رشيد، العربية. كنا معكم على مدار 3 ساعات متواصلة لتغطية ذكرى سقوط النظام العراقي السابق، الذكرى 6. طبعا أشكركم على طيب المتابعة وتحيات المعد نوفل الجنابي. استودعكم الله.